GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم مثنى اللامي من GSM Medical Education. اليوم حلقتي عن Relative Concentrations Along Proximal Convoluted Tubules. الهدف هو معرفة بعض الأمور والتغيرات وكيفية معرفة تركيز عنصر أو مادة معينة في البروكسيمال كومبوليوتد تيوبل. بعد مقدمة أوضح فيها بعض الأمور العامة بخصوص البروكسيمال كومبوليوتد تيوبل. أتمنى نعرف بنهاية هذا الفيديو الريليتيف تيوبولار كونسنتريشنز وكذلك بروكسيمال تيوبولار أو بروكسيمال تيوبل تشينجز. الموست بالمقدمة انه بعض الامور، انه اولا most of small substances شفيها are freely filtered by the glomerules، وهذا يعني انه الفلتريشن is in general a non-selective process. هذا من الglomerules، لانه مثل ما نعرف انه البروكسيمال كونفيتيبل هو بعد الglomerules مباشرة، وانه a diverse set of substances enter the proximal tubule. اذا مجاميع مختلفه من من العناصر راح تدخل بعد عمليه الفلتريشن اللي تحصل بالجلوموس، راح تدخل للبروكسيمال تيوبل. شنو الامور اللي تحصل؟ انه هذه العناصر راح يحصل لها subsequently secreted or reabsorbed by the proximal tubule، انه يحصل اما secretion او reabsorption، وبالتالي يحصل توكسين او توكسينز can be cleared. شنو؟ بشكل أسرع من الفلتريشن. وكذلك إنه العناصر المفيدة useful substances can be retained by the body despite filtration. إنه إذا أكو بعض المواد المهمة والمفيدة للجسم وحصل لها فلتريشن، ممكن بالبروكسيمال تيوبل ترجع يحصل لها reabsorption وإعادة امتصاص وترجع إلى الجسم. وكذلك يحصل balance between secretion and reabsorption of each substance controls. اذا اي عنصر او اي ماده يحصل لها توازن بين الطرح والافراز، عفوا بين الافراز واعاده الامتصاص، وانه هذا concentration of that substance at the end of the proximal tubule، تركيز هذه الماده بنهايه او هذا العنصر بنهايه التيوبل، والconcentration that is present to downstream portions of the nephron. إنه موازنة بين تركيز المادة معينة بنهاية البروكسيمال تيوبل وتوازنها أو تركيزها بالنسبة لوجودها في الأجزاء السفلية أو الأجزاء المواصلة أو التواصل للنفرون والتيوبلز الباقي، اللي هي loop of Henle وال distal convoluted tubules وكذلك ال collecting tubules. والنقطة الأخرى إنه the proximal tubule also or the proximal tubule also absorbed the majority of filtered water. إنه كمية كبيرة من الماء اللي يحصل له filtration يحصل له ماذا؟ reabsorption بال proximal convoluted tubule. ما هي ال relative tubular concentrations؟ إنه إذا أردت أعرف تركيز substance معين بالproximal tubule، أعرفه من خلال مقارنته بتركيزه بالبلازما. إنه substance concentrations in the proximal tubule can be defined relative to the plasma concentration of the same substance. إذن tubular fluid على plasma. وهذا الشيء هذا الاكشن راح ينطيني شنو؟ تحديد بشكل بسيط وسريع للعنصر المعين. وهذه تنطينا ثلاث نتائج، اما تكون النسبة اكبر من واحد يساوي واحد او اقل من واحد. اذا كانت النسبة اكبر من واحد، هذا يعني انه السوليوت is reabsorbed less quickly than water or when solute is secreted. اما يكون reabsorption للسوليوت ابطأ من المي او يحصل ماذا؟ secretion للسوليوت.
الأسباب ممكن تكون active secretion إنه إفراز عالي فعال، أو no reabsorption أو لا يوجد إعادة امتصاص. أمثلة ممكن BAH و إنولين، وأيضا ممكن يكون يوريا. أما إذا كانت النسبة تساوي واحد، هنا معناها إنه السوليوت والووتر are reabsorbed at the same rate، إنه معدل امتصاص السوليوت والماء هو متشابه أو نفس المعدل. هنا السبب إنه السوليوت reabsorption drives water reabsorption، إنه عادة امتصاص السوليوت راح يجلب وياه الماء، وهذا مثل ما أعرف الصوديوم. وببساطة إنه الصوديوم وين ما يروح، يروح وياه أو يروح معاه الماء. أو إذا كانت النسبة أقل من واحد، هنا تعني إنه solute is reabsorbed more quickly than water، عكس هذه إنه solute reabsorbed، معدل الامتصاص للسوليوت بشكل أسرع من الماء. التفسير أما يكون active reabsorption إعادة امتصاص سريع وفعال، هنا كان لا يوجد reabsorption، أو يكون أكو co-transport. الأمثلة كلوكوز أمينو أسيد، وأيضا ممكن يكون بايكربونيت. جيد جدا. وأيضا موضحة بهذا المخطط، هذا المخطط تقريبا يوضح للموضوع أنه أنا عندي تركيز مادة معينة بالتيوبولار فلود وتركيزها بالبلازمة. أما تكون واحد وهو الصوديوم، والتفسير هنا السوليوت والماء يحصلهم ريابزورشن بنفس المستوى أو أكبر من واحد. أما يكون السوليوت يكون ريابزورشن شنو أبطأ من المي، أو يحصل ماذا سكريشن للسوليوت. والأمثلة ممكن BAH، كرياتينين، إنولين، يوريا. أو السوليوت يكون نسبة أقل من واحد، وهنا السوليوت يحصل له ريابزورشن بشكل ماذا أكبر من الماء، مو؟ وهنا عن البايكربونات وأمينو أسيد والكلوكوز. إذا حصل اشتباك أو اشتباه بالمعاني، إنه إذا هي أكبر من واحد، أما السوليوت يكون ريابزورشن مالته أقل من المي، أو أكو شو اسمه سكريشن للسوليوت. وإذا كانت النسبة واحد، إنه السوليوت والماء reabsorption بنفس المعدل، أو إذا كانت النسبة أقل من واحد، إنه السوليوت يحصل له reabsorption أكثر من الماء. جيد جدا. ماذا عن بعض التغيرات؟ بعض التغيرات مثلا الإنولين. طبعا إنولين كليرنس تكلمت عنها بالحلقة اللي glomerular filtration rate GFR، وذكرت إنه يستخدم لقياس أو لحساب GFR، إنه يحصل لماذا tubular inolin increases in concentration. وين؟ بالبروكسيمال كونفيلد تيوب. شنو السبب؟ انه الانولين يزداد بالتركيز وليس بالكميه، فقط بالتركيز. وين؟ بالبي سي تي البروكسيمال كونفيلد تيوب. ليش؟ بسبب زياده الووتر ريابزوربشن. جيد جدا. وهذا يستخدم لحساب الجي اف ار اللي يقول الانولين كليرنس. القضية الثانية إنه الكالسيو عفوا الكلورايد ريابزوربشن، عادة امتصاص الكلورايد تكون أبطأ من معدل الصوديوم، معدل امتصاص الصوديوم وين؟ في بداية in early PCT، في بداية البروكسيمال كونفلوتد تيوب. بعدين then matches the rate of sodium reabsorption more distally. بعدين يحصل مثل التوازن أو الترابط في نهاية التيوبل. وهذا يؤدي لنا ماذا؟ إنه it is relative concentration increases before it plateaus. ما معناه إنه التركيز مالتها يزداد قبل لا يحصل بلاتو. بلاتو أو بلاتوز جمع بلاتو، إنه كان أكو مستوى فعال أو فعالية معينة، ومن ثم تثبت على هذه الفعالية لفترة. يعني لنفرض كانت بهذه الفعالية بهذه النقطة، ومن ثم تثبت على هذه النقطة لفترة، يعني تمشي تستمر بهذا المستوى لفترة.
لا تصعد ولا تنزل، ما يكون اكو اي تغير، ولكن يكون اكو ثبات على الفعالية المعينة او العملية المعينة لفترة، ومن ثم تتغير كأنه تنزل او تصعد وما شابه ذلك. اذا اهم ما في الموضوع، شغلة مهمة جدا، انه كيفية حساب تركيز مادة معدة بالمادة او عنصر معين بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبل، احسبه من خلال معرفة تركيزه بالتيوبل واقارنه بتركيزه بالبلازما. النتائج ثلاثة، اما واحد والمثال صوديوم، او اكبر من واحد والمثال، طبعا اكبر من واحد النسبة بين هذا PAH كرياتينين انولين يوريا، او اصغر من واحد والمثال بايكربونيت امينو اسيد وكلوكوز. واضح؟ هذا كل اللي عندي في حلقة اليوم. اتمنى الموضوع كان سهل وبسيط. في نهاية هذا الفيديو وفي كل فيديو اتمنى لكم الاستفادة التامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.